السلام عليكم، احنا حي بلعيد الحجاجيه بلديه القطار دائره مزونه ولايه غليزات. رانا محتاجين الغاز، رانا في الغبينه تاع الغاز. الغاز بعيد علينا 20 متر وما عندناش. احنا عندنا عائله هنايا سبع عائلات من 87 لحد الان ما عندناش الغاز. رانا قرعه تاع الغاز راني نجيبها ب 50000، نشريها ب 20000 وكلي طاكسي ب 30000. ما عندناش، ما لحقناش، حنا رانا في 40 عائله، ماش قال راني نهضر على نفسي ولا غير انا بكون اناني، رانا 40 عائله. 40 عائله بها بولادها وكاع، ورانا في الشتاء. كل عام كيما هكا، كل عام كيما هكا. الله غالب يا سي، شوفوا لينا شويه سي. مالناش غير وحدنا ولا قاع راني نشكي على روحي ولا، قاع رانا كيما هكا، قاع رانا في الميزيريه، وقاع رانا عندنا دراري صغيرين، وقاع عندنا لي بيبي، وقاع عندنا شويه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر القناة الخبر اللي زارتنا في هذا اليوم. نقدم اشغالتنا الى الوزير الاول والى والي ولايه غليزان باشغالات خاصه بالطريق كما راكم تشوفوا فيها طريق متهرئه. وعدنا المير وعدنا شحال من خطره قال لك غادي يجيو يخدموها يجيو يخدموها، لكن وعود كاذبه ما كاش منها. راكم تشوفوا بعينكم الطريق راهي دايره. الغاز ما عندناش، الغاز رانا نحلموا به. ثانيا الضوء راك تشوفني ساكن اللي هي الضوء والله ما نسعه، راني جار على الجواري كما راكم تشوفوا الخيط الكهربائي، وانا البوطو بعيد عليا ب 10 مترات. التلاميذ هنايا باه يروحوا للمدرسه تقريبا الي روتور 6 كيلومتر، 6 كيلومتر باه يروحوا ويجوا. ومع والغرسه وما عندناش الكار اللي يدي الذراري تاع لي كول. ديك اللي راجع هنايا خلصناه من جيوباتنا، ديك اللي راجع هنايا البلديه تخدم غير تاع طريق كبيره تاع الزنق هذه نخدموه من جيوباتنا. حنايا نقدموا الشكوى تاعنا للمير قال لك احنا شكينا له شكينا له قال لك انا الله غالب بلديه فقيره. مايكم رانا نعانوا بزاف بزاف، ملينا ملينا ملينا. زيكو خدمناه من جيبتنا حاجه مصنتين، خدمناه كاع من جيبتنا من 2010 لمده 10 سنين خدمناه من جيبتنا. الماء كذلك وصلنا الماء ديالنا من جيبتنا، رانا نخلصوا ما شفنا والو من البلديه. هذا المير شتو نهار اللي جاو يرشحوا، نهار اللي كانت تدور اللجنه تبغى ترشح المير شتو، بصح من ذيك اللحظه مازال ما شتوش. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.